هيدا اليوم أسعد يوم بحياتي إنه رجعت إلى أرض وطني إلى أهلي رجعت إلى شعبي اللبناني العزيز اللي الله بيعلم شو الرابط بيني وبينه بيني وبينكم بس بحب أكد لكم إنه جاي ب قلب منفتح وإيد ممدودة بعتقد آن الأوان نحن كلبنانيين اللي عانينا سنوات طويلة وطويلة من الحرب المدمرة جنوب لبنان استعاد كرامته وعفيته بفضل المقاومة الباسلة اللي سجلت انتصار كبير وتاريخي كما كذلك الأمر شهدائنا منذ بداية الحرب كمان سجلوا بطولات وضحوا بشهداء حتى يبقى لبنان حر سيد مستقل بعتقد كل هالجهود وكل هالدماء الذكية اللي سالت في سبيل لبنان آن الأوان نحن كشعب لبناني نقطفها وآن الأوان نتعلم من أمثلة الماضي من مآسي الماضي حتى نبني لبنان المستقبل إلنا ولأولادنا. أحلف بالله العظيم أني أحترم تأخرت كثير تأخرت 11 شو أخبار بيروت؟